بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أحبائي، نيكوديموس بيقول ليسوع كلمة حلوة. هلا بقول لكم ليش الظروف وصلته تقول هالكلمة. بيقول له ليسوع: نحن نعلم أنك جئت من الله، لأنه لا أحد يستطيع أن يفعل الأمور التي أنت تفعلها ما لم يكن الله معه. لحظة نيكوديموس، كيف عرفت أنه يسوع بيعمل كل هالشغلات؟ نيكوديموس من أول ما بلش يسوع يوعظ الإرسال عنده كتير قوي، كمش حدا عم بيحكي كلام الحياة. نيكوديموس عشان بيعمل بيراقب وبيستمع ليسوع بكل وعظاته، وكأنه نيكوديموس كان عم بينط من مكان إلى آخر، من مكان إلى الآخر، عم بيتبع يسوع من دون ما يخليه يحس. فقط يا رب تكلم، احكي يا رب. صار نيكوديموس عم بيراقب وعم بيقول لحاله: مش معقول، مش معقول هذا الإنسان اللي عم بيحكي هالكلمات يكون عم بيحكيهم من عنده. هذه الكلمات بناءة تحيي النفوس. صار عم بيطلع نيكوديموس من بعيد، عم بيشوف الناس العرج عم بينطوا عم بيمشوا، يشوف العميان عم بيستردوا البصر تبعه. لحظة شوي، نحن عم نشوف قدامنا شيء منه صاير قبل. أنا أعلم يا رب أنك ما تفعل لأنه عندك حضور الله، وما حدا بيقدر يعمل هالشغلات إذا بعيد عن الله. منوقف هون شوي. في عنا شيء بحياتنا نحن المسيحيين، كلمة ما بعرف إذا بتعرفوا وزنها وقيمتها، اسمها النعمة. مين منكم بيعرف أشي النعمة؟ بيقولوا الله عطوه نعمة. أشي النعمة؟ إرادة الله، blessings، حب الله. شو هي النعمة؟ النعمة هي هدية. لحظة شوي، هي هدية ما حدا بيقدر يعطيكم إياها الله. يعني الإنسان ما بيقدر يعطيه، ما بيقدر، ما عنده القدرة إنه يعطيكم هيك أنواع من الهدية. مثل بسيط، واحد بيبقى الله عطيه صوت حلو، أنا ما بقدر أعطيه هدية لحدا ياخذ معي كادو صوت لشخص، ما بقدر. هيدي هدية من الله، الله بيعطي شيء الإنسان ما بيقدر عليه. شو بيقول سيدنا يسوع المسيح؟ بيقولنا شفتوا هالأعجيب اللي عم بعملها كلياتها أنا؟ مين بيعرف يكمل؟ أنتوا بتعملوا، برافو، أنتوا بتعملوا أعظم منها. يعني كل شيء تصرفوا يسوع ونيكوديموس، واو شو حلوين آيات الله. يسوع المسيح عم بيحكي الصادق الأمين، بيقلكن كل الآيات اللي عملتها أنا أنتوا بتعملوا أعظم منها. كيف؟ بالإيمان فيه، بالإيمان فيه. وبيرجع بيذكر: من دوني لا تستطيعون أن تفعلوا شيء. فإذاً إذا نحن حابين نعمل مثل ما يسوع المسيح عمل، بده يكون عندنا علاقة قوية فيه. الشجرة ما بتقدر تطلع ثمار إذا ما عندها شلوش بالأرض. حطوا شلوشكم بيسوع المسيح، حطوا إيمانكم بيسوع المسيح، هو اللي بيعطيكم تعملوا عجيب. فإذاً أحبائي، أرسلنا المسيح تنذهل العالم بآيات الله. بعتنا المسيح إنه نخلي الكون كلياته يتنور بنوره هو. هو اللي بيقول عن حاله: أنا نور العالم. وبرجع بيطلع فيكم بيقلكن أنتم نور العالم. أكثر من هيك، أنتم، برافو، أنتم ملح الأرض. وكان بيقلكن روحوا يا أولاده، روحوا يا تلاميذه، روحوا يا قديسين، غيروا الكون، حطوا بالكون طعمته، حطوا بالكون طعمته. الإنسان طبيعتنا مجبولة، ما عنا ثقافة الغفران. نحن كبشر ما عنا إياها، ما عنا بطبيعتنا. الله ما جبلنا منعرف نغفر، والله عطانا قدرة على المحبة، ولكن منا كاملة. مين اللي بيقدر يوصلنا للكمال؟ الكامل. حتى أحبائي، حب الزلم لمرته يبقى ناقص إذا كان خارج عن حب يسوع المسيح، عن الطريقة اللي بيحب فيها يسوع المسيح.
إذا بدكم تغفروا ما بتعرفوا ثقافة الغفران، منا من جسمني، منا من تكوينتني. يسوع بيقولكم خدوا هالهدية مني، روحوا اغفروا للعالم، خلصوا نفوس العالم بالغفران، حجي تنطقموا. هذه ثقافة الله. لهالسبب بده يصير فيكم مثل ما صار مع نيكوديموس. العالم سوف تنذهل وتقول مستحيل مستحيل هذا الشعب ما يكون قديس لأنه في حضور الله. هيك العالم بدها تقول عنكم. اسمعوني، بدكم تغيروا وجه الكون، بدكم تاخدوا الله معكم، بدكم تغيروا وجه الكون، بده يكون يسوع المسيح هو عنوان حياتكم من الصبح للعشية. انتوا نايمين بدكم تقولوا له يا رب انت الملك، انت الاستاذ، انا بتبعك، كل شيء عملته يا رب نحني بس النعمة اني اقدر اعمله، نحني يا رب هدية من عندك، ايش ما كانت تكون يا رب، ايش ما كانت تكون يا رب، اعطينا شيء. انت اصغر الهدايا عندك تحيي نفوس الكون. اذا ما عندكم حب تطلقوا هدية من الله، الله ما رح يعطيكم هدية، ما رح يجي لعندكم يعطيكم نعمة اذا انتم ما كنتم عطشانين. قديش في عندكم عطش انه تطلقوا هدية من الله؟ هيدا كله بيوقف قديش انتو حابين تكونوا قديسين. هاي النقطة الوحيدة، قديش حابين تكونوا قديسين. اللي حب يكون قديس كل يوم كل يوم بيقولوا للرب نحني نعمي يا رب منك، اعطيني هدية تروح اذهل العالم ويقول الناس ها مستحيل هذا الانسان يكون عم يحكي من عنده، هذا انسان طقي مؤمن بيسوع المسيح. روحوا غيروا وجه الكون، حبوا بعضكم محبة إلهية، اغفروا، استعملوا هالكادو اللي عطيكم إياها الله، استعملوه استعملوه حجي نحن ننتقم من بعضنا ونكيل البعض. مانا شغلتنا، مانا شغلتنا، يا بيطلع من هالكنيسة قديسين يا ما كلنا القاعدين بالكنيسة جايين عم نكزدر. بده يطلع قديسين. ترجيكم ترجيكم، عملوا مثل نيكوديموس، طول عند الرب، عدوا انتو ايه، هو بيفهمكن اش بده، هو بيقلكن اش بده. اذا ما بتقعدوا انتو ايه كل هالحكيته انا روح بالهوى، بدكن تقعدوا معه، هو اللي بده يقلكن انا بدي منك هيك بدي منك هيك. قولوا نشكر الله.